في حاجات شايف انها محتاجه شغل مننا، اخطاء على المستوى الفردي على المستوى الجماعي، في ملاحظات لكابتن محمود صالح تقول انه محتاجين نراجع نفسنا في ده او نصلح ده قبل مواجهه السبت اللي جاي؟ يعني في حاجه بسيطه بس، يعني مش لازم اقول تفاصيل تتم ازاي، يعني هي التمركز في الكرات العاليه في التلت الدفاعي في المناطق القريبه من المرمى بتاعتنا. مهم جدا التركيز يبقى كويس. تمام. طيب انا بشوف انه النتيجه طبعا بتصب في مصلحه الاهلي، وكونك انك انت احرزت او سجلت في مش بس كسبت، انك تسجل هدف في 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 في, في الترجي في ملعبه ده شيء مهم جدا، لكن بشوف كمان انه ده هيخلي الترجي اللي جاي لنا يوم السبت اللي جاي هيلعب الكل في الكل، وده في حد ذاته بالنسبه لي مصدر خطوره او مصدر صعوبه من نوع تاني. الفرقه ما عندهاش حاجه تخسرها وجاي تلعب الكل في الكل، زي ما احنا بنقول بالبلدي كده عندنا، يا طابط يا اتنين عور. فبالتالي ده يمكن يخلي المباراه اللي جايه ليها صعوبه بشكل تاني. في ظنك او في تقديرك نسخه الترجي اللي شفناها في رادس هتكون هي نسخه الترجي اللي هنقابلها في القاهره، ولا متوقع كابتن محمود انها تكون نسخه مختلفه؟ لا، وعلى الاقل لازم يفوز بهدف. يعني لو لا قدر الله فاز بهدف هتبقى ضربات جزاء، ولو اي فوز تاني اكتر. يعني انا مش، يعني مش عايز اكون متشائم، يعني حد يفتكرني بتكلم انا، بس احنا بنحط كل الاحتمالات. معاك في انك تحط كل الاحتمالات، انما هو طبيعي هيهاجم. مظبوط. بس اعتقد دي نقطه ضعف. اعتقد يعني الترجي هنا هيجي يلعب، يفتح خطوطه، يفتح ملعبه ويهاجم الاهلي. طبعا هو اولا يعني الارتداد من الناحيه الهجوميه للناحيه الدفاعيه اعتقد عندهم بطء شويه، زائد عندهم بطء في التحرك والسرعات بالنسبه لقلبي الدفاع. انا بعتقد لو هو زي ما احنا متوقعين هيلعب بهذا الشكل، يعني اعتقد هتبقى فرصتنا كبيره قوي نحرز اكتر من هدف. معين الشعباني في موقف لا يحسد عليه، لانه حتى ما قبل مباراه مواجهه الاهلي والترجي تبدو انه العلاقه متوتره بين معين الشعباني وبين اداره الترجي وبين جماهير الترجي، وفي حاله تربص، في حاله توتر، يعني سميها زي ما تسميها. لكن وبالتالي هو كمان ليه حسابات على المستوى الشخصي، يعني معين الشعباني ما اعتقدش انه عنده اي امل في استمراره مع الترجي التونسي الا في حاله تخطيه عقبه النادي الاهلي، وبالتالي تتوقع ازاي يكون تفكيره او تحضيره للمباراه. بس اخر بطولتين كان هو المسؤول، هو المدير الفني 2018 و2019. السيزون ده كان في مراحل توتر كتير جدا بينه وبين وبعدين خمس بطولات على مستوى الدوري المحلي فاز بيهم على التوالي يعني. بس عارف انا ما كنت عارف بعد خساره الترجي من شباب الوزداد كان في انباء ترددت انه في يعني اداره الترجي تدرس قرار اقاله معين الشعباني في حاله عدم تاهله للدور قبل النهائي. هو كان جود لك ان هو جاب الهدفين وعوض الفارق وكسب بضربات الجزاء. بس عايز اقول لك حاجه، انا شايف يعني ملحوظا، يعني الواحد كان يعني اللي بيتابع ما يكون مهنتك يعني دايما بتحاول ممكن تبص على حاجات يمكن حد تمام. حد اخر او ناس تانية ما تفكرش تفكر يعني تبص عليها. انا حاسس ان هو تايه وفاقد حماسه في التوجيه، كان الاول حماس واتكلم ومع الفرقه بتاعته ويوجه. انا ما اعرفش، انا حسيت ان هو كان هادي بس مش هدوء يعني عقلاني. هو كان متوتر هدوء استسلام. بالظبط.